مشروع تطوير السياحة في البتراء كمان اجوا دعمونا ب8000، منهم ضفنا اضافة للمخزن الثاني، هذا ضفنا اضافة مخزن والاجهزة، وفي فرن تجارب ودراير، وبعد اعطوا منحة ثانية بقيمة 11000 دولار اللي من ضمنهم مندوب مبيعات. واحنا شغالين عندنا هسه 7 بنات. مشروع السياحة كان في 3 دورات، واحدة من الدورات كان جاب مدرب لهون، مدرب من عمان متخصص في الخزف، وهذا أعطى البنات فترة 45 يوم دربهم هون، اللي هو صار تطوير العمل في سيفسا زي هيك، كذا هو عن طريق مدرب، هاي المدرب اللي اجى من عمان برضو علمهم على الدولاب كيف اذا بدي واحدة تشتغل على قطعة كبيرة، يعني هن كان النبطي هو كله قطعة صغيرة، فموضوع مثلا تعمل جرة كبيرة او كذا. كنا اول بس لما مع الصندوق دي بس فخار، اكثر شيء كنا فخار النبات، اما الشغلات الجديده والكبيره كنا كل شغل صغير نشتغل، بس هسه كل يعني صرنا نشتغل شغلات اكبر زي شغلات الطنابل والسكون اللي بتستعمل بعد الدورات الاولى صرنا نشتغل. أول كنا نعمل يعني من 20 ل 25 باليوم، هسه لا يعني من معك من 50 ل 60 قطعة، فيعني الواحد إيده صارت تأخذ على الشغل أكثر من أول. مع سياحة كيف عملية التطعيم فيها؟ كمان أخذنا دورة بشو اسمه المهم بك عن كلفة القطع. أول ما كنا يعني كنا نشتغل مثلا نجيب دينارين أو ثلاثة كثير مبسوطين، بس قديش السعر الحقيقي عملنا يعني زي هاي مثلا القطعة شو تكلفتها، من المي مثلا، من الكهرباء، العامل اللي عملتها، تجهيزها كمواد خام مثلا، عرفت علي؟ كل شيء تعلمناه يعني قديش تكلفتها بالضبط يعني. بعد ما الدورة اللي عقدونا اياها سياحة بالموفن بيك، كان في منا اخذنا عينات كنا عارضينها بالموفن بيك، فاجا المدير فشاف الشغل فاستغرب انه الشغل هون بالطيبه واحنا قريبين وكذا زي كذا، فبعدها باسبوع بعث الشيف لعندنا هون طلب طلبيات، في بنات 4 متدربات كويس، احنا كنا نعطيهم 50 دينار بالشهر، شايفين ما نشوف هل اعتبار من الشهر اللي فات اعطوهم 100 دينار. في ناس تشتغل بهذا الشغل، قلنا انتم تعالوا على المحل مثلا وشوفوا الشغل، فلما اجوا وشافوا الشغل انبسطوا فيه واخذوا من عندنا الدولار، ولسه بدهم يجوا ياخذوا.